إبداع الأيادي الحرفية والفنية حاضر لدينا بقوة. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في موسم جديد وحلقة متميزة من برنامجكم برنامج إبداعات. اليوم عندنا ضيفة اختارت مجال جميل وفريد من نوعه، فنانة احترفت نحت الأشكال والمعالم، والمميز والملفت أن هذا النوع من النحت غير تقليدي. هي اختارت نحت بس مو على الرخام ولا على الرمل ولا على الخشاب، لكن النحت على الشمع. إيه؟ الشمع. خلونا نرحب مع بعض ضيفتنا الفنانة نازك الأنصاري. يا مرحبا فنانتنا، شرفتينا ونورتينا في استديو إبداعات. أهلا بك أحمد، شكرا على الاستضافة الجميلة في قناة الإمارات، ويسعدني وجودي وياكم. نحن سعيدين أن عندنا قامة فنية بحجمك فنانة نازك. أنا جدا اليوم استانس أنك ضيفتي، كنت أتابع الشموع والنحت الشموع. نعم. كنت أعتقد أنه مو موجود في الوطن العربي، بالفيديوهات على اليوتيوب قاعدين نشوف الأجانب قاعدين يشتغلون هالشيء. أنا فرحت كثير لما شفت عندي فنانة عربية قاعدة تشتغل هالشغل الجميل، يمكن اشتغلتي وقدمتيه بعد أفضل عنهم. أتوقع أنا والمشاهدين بعد متشوقين نعرف أكثر عن هذا الفن. هو فن النحت على الشموع من الفنون الجديدة اللي أصبحت موجودة بالوطن العربي، وكانت هي قبل موجودة، يعني أكثر شيء هي موجودة بهولندا وشمال أوروبا، بروسيا أكثر متواجد هذا النوع من النحت على الشمع. لأن هناك في فنانين يحبون هالشغل ولا ستايل حياتهم يحبون الشموع؟ ستايل حياتهم يعني عاشقين للشموع، عاشقين للشموع. جميل. ومتواجد بكثرة يمكن التعليم على هذا النوع من الشموع. وطبعا هو فن النحت على الشموع من الفنون الصعبة ويراد لها ممارسة مستمرة. أنا والمتابعين متشوقين نشوف التكنيك اللي قاعد تشتغلين عليه. التكنيك هذا جدا عجبني، اللي هو هاي الفن والألوان الشموع. نعم طبعا فن جدا جميل وراقي، وإذا تشوف الألوان ده تظهر مبينة. هي هاي الألوان عددها تقريبا 23 إلى 25 طبقة شمع. 23 إلى 25 تقريبا. يا كل واحد بلونه، كل واحد بلونه على حسب طلبات الزبون. يعني طيب مثلا مدام نطري اللون نحن، اي اكيد انا ابغي اعرف روحي، ما هل الشمع انت تاخذينه ملون ولا تاخذينه لا الالوان تكون واحد والشمع واحد. يعني انا هاي القوالب قوالب اللي استخدمها للشمع الكارفينج، في سداسية وفي ثمانية سيليكون. نعم من السيليكون ومن البلاستيك. حلو. السيليكون لين وطري، نطلع نصب الشمع البارافين، نوع الشمع اللي نستخدمه شمع البارافين. زين لما ينتين على البارافين أبغي أعرف شغلة، في أنواع شمع، الكل يعرف أن الشمع بارافين، بس وصلتني معلومة منك أن البارافين مادة مشتقة من النفط، صح؟ نعم. وأوقات حتى الدخان مالها مادة شمعية، في تأثير شوية. في أنواع ثانية غيرها؟ في الصويا كاندلز، الشمع الصويا. جميل. فهو شمع طبيعي 100% ونباتي، وأنا صراحة أحب هذا نوع الشمع. هذه التعليقة اللي شوف أنا شفتها في فيديوهات تعليقة وينزلونها بألوان. نعم هي هاي الألوان هنا موجودة. حلو. هاي ألوان الشمع. الشمع. نعم وهذا الشمع البارافين غير عن شمع القوالب. غير اللي نعم، فهاي الشمعة اللي تطلع من القالب، يعني هذا شمع البارافين اللي فيه يكون مخلوط بمادة تنطيها صلابة اللي هي ستيريك أسد. زين على مشاهدينا نحن متشوقين وياكم أن نشوف الطريقة هاي. أنا زمان أتابعها، تغميس الشمع في الألوان وعقب تشريحهن نطلع منهن قطعة فنية. متشوق نبدأ، شو رأيك؟ نبدأ إن شاء الله. فالحين نغطس الشمع. اليوم فنانتنا بتحط لنا ألوان علم الإمارات لأنه قرب اليوم الوطني وناوية تسوي لنا تحفة فنية. خلونا نشوفها ونتابع. أنا خلطتها وسد أخلطها مرة ثانية حتى تتجانس الألوان ويا بعض. حلو حلو. غمستي اللون الأبيض؟ غمست لون الأبيض، أخلي بالماء. تردين تحطينه في الماء؟ أخلي بالماء وبعدين أمسح قطرات الماء اللي طالعة من عنده. أوكي. وبعدين الزوائد اللي موجودة أوكي. أشيلها. طبعا مدة النحت على الشمع لازم ما تتجاوز 15 دقيقة، لازم نكون سريعين نوعا ما. سو هسا نختار اللون الأسود. الأسود. وطبعا أنا
دا أغطس الشمعة بالماء حتى ما تختلط الألوان ويا بعضها. لأن ممكن الأسود يختلط مع الأحمر فما يكون هذا الشيء مناسب. أنا على بالي أن الماء بس أساس ينشفها بسرعة يبردها. ممكن وكمان على مود حتى ما تختلط الألوان ويا بعض. يعني الماء يعطينا عزل بعد بين طبقات بين الشموع. الطبقات نعم. حلو. هذا اللون الأخضر. الأخضر. إذا تشوف أحمد تبين الألوان جدا جميلة يعني. تداخل جميل صحيح. نعم. جميل. وهاي تقريبا خلصنا الطبقة الأخيرة. نعم. حلو. هذا آخر لون الأحمر. نعم هاي آخر لون. ونبدأ التقطيعات. الآن يعني دن نقطع ال. إيش قاعدة تسوين؟ أقطع الغطاء يعني الغطاء. أوكي. الحين لازم نشوف الشكل مع الشمعة يعني ها الشكل هل إنه متناسق يعني ممكن تكون أكو زيادات فهاي الزيادات شكل الشمعة ما رح يطلع صحيح. بالشكل المناسب ممكن تكون صاعدة ونازلة صحيح. فالشكل ما رح يكون متناسق فلازم نشيل الزيادات هاي طبعا الزيادات ممكن أقصها وتكون بهذا الشكل ممكن نستخدمها كديزاين ممكن نستخدمها كديزاين للشكل لازم نكون سريعين أكثر ونخلص الشمعة رائع. لأنه بلشت جميل. بلشت تبرد الآن إذا بلشت تبرد شو تسوي؟ تخرب الشمعة للأسف فإحنا ما نريدها تخرب الشمعة فلازم نلحق أنه تلزقينها نعم تنطي جميل. شكل حلو حلو زينينها كيك سوارات عليها نعم حلو بس شغل رائع جدا وجميل حقيقة فنانة نازك ألوان بين فيها اللون الأبيض والأخضر والأسود والأحمر نعم. علم الإمارات ومثل ما تشوف أحمد في أشكال مختلفة على حسب المناسبات وطلب الزبون يعني في أشكال العيد الوطني اللي هي هاي الألوان اللي أنا مختارتها بمناسبة العيد الوطني ممكن المناسبات المواليد أيضا تكون بألوان الأزرق إذا ولد أزرق. الألوان ثانية بالنسبة للبنات تلبين كل المناسبات الناس تتصل بتقولش عندي مثلا حدث معين تعطينهم اللون ولا هم يقولش حطينا هالألوان هم مثلا على حسب ذوقهم إذا يريدون إذا مثلا تكون عجبتهم شمعة بالإنستغرام ويقولوا لي يريد مثل هاي الشمعة فأسوي لهم نفسها مثلاً هاي الشمعة بعد ما أخليها غطسها بالجليز فهاي آخر شيء تكون بهالشكل هذا بها لمعة الجليز عطتها الجليز عطاها لمعة جميلة وجمالية وإخراج أخرج القطعة بشكل جميل نعم شكراً فنانتنا نازك أثريتينا وأثريت المشاهدين بحجم المعلومات اللي أعطيتنا إياها اليوم كنت جدا سعيد بوجودك اليوم في استديو إبداعات فنانة قوية قيمة تملك الكثير من الفن والإبداع شكرا أحمد على الاستضافة الجميلة في قناة الإمارات ويسعدني وجودي وياكم ونحن اللي أسعد وشاكر لك بعد الهدية اللي تعنيتي وجبتيها حقنا جزاك الله خير شيء بسيط مو من مقامكم لا ما قصرتي يكفينا ذكرتينا فنانة جميلة بقلبك وبفنك بارك الله فيك شكرا هدية حلوة لمؤسسة أبو ظبي للإعلام شمعة نفسها موجودة البنفسجية فوق نعم شمعة النحل كلك ذوق فنانتنا هذا كان لقاءنا مع فنانتنا وضيفتنا نازك الأنصاري خلونا نروح للفاصل ونرجع لكم ورجعنا لكم مشاهدينا في تصميمنا اللي راح نقدمه لكم في حلقة اليوم اليوم أنا ناوي أسوي ستاند نقدر نحط فيه رفوف وبكيفنا نقدر نحط عليهم كتب أو حتى الناس اللي يحبون شتلات الزرع يقدرون يحطون كم هايل في هذا الستاند أنا اليوم اخترت أني أسويه بخشب وبراغي هذا البرغي طوله
تقريبا 190 او 195 سنتي ابغى اسوي شيء مختلف، ما ابغى اسويها كلها خشب. الرفوف بتكون خشب والقاعده والتاج اللي فوق خشب، وبينهم الشيلات للرفوف بيكون هالبراغي، وعلى اليمين واليسار بعد افكر احط بيبات ستانلس ستيل او كروم. وانتم بكيفكم تقدرون تستغنون عن البيبات اللي عليهم باليمين واليسار، تقدرون بعد تحطون فيهم الخشب. خليكم معاي وشوفوا كيف نبدا مراحل تصنيع هذه القطعه الفنيه. اللي راح نحتاج الخشب، وبكيفكم خشب ابيض ولا خشب مرنتي اللي تشوفونه متوفر عندكم تقدرون تسوونه. اخترت المقاس الستاند اللي بسويه اليوم عرض مترين. قصيت عندي خشب بمقاس طول مترين وعرض اللي لقيته متوفر 27 سنتي. حاولت قطعة الخشب هاي اقسمها من النص لقطعتين بالطول، اوكي، خدت خط النص وقسمته كقطعتين، وبعد نفس الشيء هني قسمت هذه متر والثانية متر ونصت القطعة من النص على اساس اعرف اشتغل واعرف وين اخرم وين احط مقاساتي بالضبط، لاني بحط لصياخ البراغي هذا لما يتحملن اي غلط. خلونا نسوي القاعدة بعد تكون لها أرضية شايلتنها بهالخشب، لأن البراغي راح يطلع من تحت ما أبغيه يكون مبينات عشان نشد الصواميل في البراغي من تحت، مو حلو الزائر يشوفن أنهم مبينات هالصواميل اللي هني، فمضطر أخليه لهم تجويف داخل الخشبة أساس ما يبينن. بنبدأ نثبت الخشبة على القواعد اللي بنسويها. طيب عندي هاي الثانية، ببدأ في الأولى وبخلصها وبروح للثانية. أنا فكرت في الستاند اللي بنسويه اليوم أحط فيه ستاندات زرع. اخترت أحواض زرع عندي بمقاس 20 سنتي، سويت لهن هذا التفريغ أساس أحواض الزرع أني أسقطهن داخل هاي الدواير وتكون معلقة. أتوقع بتكون جميلة أن نحط ثلاث قطع ثلاث رفوف مثل هذه، تكون فيها أحواض زرع ثلاثة على اليمين ثلاثة على اليسار، وفي النص بخلي الرفوف سادة ما فيهن. الحين هي الشغلة الأهم في تصميمنا، كيف نوزع أماكن الأصياخ والبراغي. أنا حبيت أني أريح نفسي وسهل لنفسي الشغل. أنا أخذت هالقطعة سويتها ببليوة MDF عشان أسهل لنفسي أخطط وأحط العلام اللي أبغيه. المكان للبرغيين اللي حطيته هني بينهن مسافة 52 سنتي، راح أحطهن فوق الخشبة وكذي بسهل الطريقة. وين المكان الفتحة هذه أحط علام وأرد أكرره، أعرف أني ما راح أغلط والشغل كله بيطلع بنفس الاسلوب. يعني سويت على الخشبه الكبيره والرفوف بعد بسوي فيه هالشيء، فما في مجال للغلط هني. حطينا علامتين، وحده هني وحده على يسار الخط اللي هو ناصف القطعه ووحده على يمينه. ومن عقب هاي النقطه راح اخذ بعد 52 سنتي واحط نقطه هني، وعلى اليمين بعد نفس النقطة بعد 52 سنتي. 52 سنتي أنا من وين يبتين؟ يبتين على قياس الفرمة اللي أنا سويتها اللي هي MDF، بعد قلت لكم بين الفتحتين 52 سنتي. فأرجع مرة ثانية أكرر الموضوع. خلصت، صار عندي الحين 4 و2 و2 8 أخرام عندي موجودين في الخشبة اللي سويتها. قلنا أول اثنين اللي على هالجهة راح يكونن للبايب ستانلس ستيل، أما الباقيات راح نحط فيهن أصياخ البرغي اللي شفتوه طوله مترين، وفي الآخر بعد نفس الشيء راح نحط أصياخ ونلبسن بالستانلس ستيل. اللي سويته في القطعة اللي تحت محتاج أسويه بعد في التاج اللي فوق، بس لازم أجيبه يعني جايه الفتحه على الفتحه الثانيه بالضبط اساس ما في مجال.
كذي انتهينا من تخريم أماكن الأصياخ في القاعدة اللي تحت والتاج اللي فوق. راح نخلي هالقطعتين شوي على يم ونشتغل بعد في الرفوف مدام عندنا الفرمة الأصلية. نشتغل نخرم الرفوف وبنرجع لمرحلة التجميع. انتهينا من الروتر والتجويف بالروتر. ايش رايكم على نفس التجويف؟ طلعت عندنا بالضبط، ما فيها مجال للغلط. اي شخص مبتدئ يقدر يشتغل هالشغله، تكون له دليل القاعده اللي هي سويناها بالام دي اف قبل. نظفنا الطاوله وجهزت المكان للشغل وللمرحله الاخيره اللي هي تجميع الستاند اللي سويناه. خلونا نبدا بالقاعده ونجمع الاصياخ. خلصنا مشاهدينا، رصينا القطع كلهم مع بعض بالبراغي، شديناهن، باقي علينا بس هالتيجان نثبتهم بالبراغي على اساس تطلع القطعة ثابتة وما يتحرك. انتهينا، ثبتنا القطعة كلها وعصبناها ببعض بالبراغي والمسامير، شديناها تطلع قطعة ثقيلة، بس بروحي ما راح أقدر أنزلها، بس أدي حد من الإخوان يساعدني من الشباب وننزلها مع بعض. هذا كان تصميمنا مشاهدينا لحلقة اليوم. حبيت أحط فيه فراغات هاي على أساس نقدر نحط أكبر حجم من الزرع عندنا في البيت. قصيتها على قد يدوب على قد الحوض. أتوقع بتكون جميلة لما نترسن كلهن ونعطيها لون، ومثل ما قلت لكم في البداية بكيفكم تبغون الرفوف حق السوارات والكتب بعد تصلح، بس شو رأيكم نشوف شكلها النهائي لكن بعد هالتقرير. المميز عندنا في المركز ان احنا نركز على الناحيه الابداعيه من الفن اكثر من الناحيه الاكاديميه. الدورات اللي احنا نقدمها دورات تجذب طبقات مختلفه من المجتمع باعمار مختلفه. في المركز نقدم ورشات مختلفه مثل المزيك، الرسم بالرصاص وبالمواد المختلفه مثل الزيت والاكريليك. نقدم ورشات النحت، ورشات خط عربي، بس ما نقتصر على الفنون التشكيليه، عندنا ورشات كتابات ابداعيه، عندنا ورشه دراما، موسيقى وما الى ذلك. فن النحت على الشمع هو فن جديد بالعالم بشكل عام، وبالإمارات طبعاً هو شيء جديد تماماً، يعني إحنا أول ناس دخلنا فن النحت على الشمع لدولة الإمارات. الشيء المختلف بهذا الفن إنه هو يدوي 100%، هذا الشيء الحلو فيه. والشيء الحلو الثاني كمان إنه ممكن يكون كاستمايز، يعني ممكن أنت تنقي الألوان اللي بدك إياها، ممكن تنقي القياس اللي بدك اياه، ممكن تحطي المسج اللي بتحبيها على الشمعه. هدول هن التولز يلي بنستعملهم. اول شيء بنستعمل طبعا الهوك، هذا يلي بنعلق فيه الشمعه هون، اوكي؟ بلس نحن بنستعمل النايف،
أوكي للتقطيع. ثالث شغلة بدنا نستعملها هي هي التول يلي فينا نعمل أشكال كتير فيها على الشمعة نفسها. فينا نعمل هذا الديزاين، فينا نعمل هذا الديزاين اللي هون، عدة ديزاينات بهالتول هي. أوكي وآخر شيء فينا نستعمل هي التول بس لنقص. طبعا هي ممكن تجي مدورة، ممكن تجي على شكل مثل وردة مثلا، ممكن تجي ستار. أوكي فينا نستعمل عدة أشكال من هدول الكاترز. بحط إحساسه بالأشياء يلي هو بيعملها حسب الفنان نفسه، شو الألوان اللي بيختارها، شو الديزاينات اللي بيختارها. كل فنان عنده إحساس بيحطه بهذا الفن أكيد، فبيختلف بشكل جذري كتير كبير من فنان لتاني. حتى لو بيعمل نفس الارت وورك بس رح يختلف الإحساس تماما، لأن كل إنسان بيحط شيء من نفسه داخل القطعة يلي بيعملها. هذا كان تصميمنا مشاهدينا في حلقة اليوم. مثل ما شفتوا اسلوب جدا بسيط وسهل، استخدمنا فيه بس أصياخ البراغي، رفوف الخشب، شدينا براغي وركبنا الخشب باستيبات. مثل ما قلت لكم في البداية هالتصميم يصلح يكون بعد للزرع، ويصلح يكون لرفوف نحط فيهن ونزين بيتنا فيهن بالاكسسوارات. القطعة تصلح لداخل البيت وبرع البيت وبعد في المكاتب، بتكون قطعة جميلة. أتمنى قطعتنا اللي صممناها لليوم نالت على إعجابكم، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.